إيه مسوق باور أنا يا أو وان فهمة حتوقع في لها الله إنجليش وان فهمة حتام في لندا وانا وان فهمة لكن مركز سيرة هذا كو حضل ما كو حالي كرو سوي حنق الماء اللي سعبتمو فاينالي وان سمينة يا وحاجة شيء كنا ما تسيد أنكو برت اللغة الإنجليش كا سيد أنكو برت اللغة الإنجليش كا أن وامح وحيابي كعبينا برتو أن سيد بقى عادي قناة أنكو برت كرتا عادي قن حتى إسكولو قليل سيد بقى عاد أنكو برت كرتا إسكا كليجا وامح وحيابا كعبينا يا وحاسي أردن أوكي أن لقي يابا لقي يابا حتى ما الحاجة وحاجة كتيرة حتى تقف اللغة الإنجليش كا أن ولي برن حتى ما الحاجة وحاجة كتيرة أو وقت بيجو قاندون تا إنا برتو لغة الإنجليش كوي عدك تهاي أودو يلما إنا برتو حتى دن أودو يشا إنا برتو أود وما يلن دون إنا أقو حالو سيدي أقو حالان دادك أودا شاي آن وحاسي أودا ممد حاكو جرا لغا يابا كسار هادا أني آن برتي أنو أبرن كرسا مكا مسكح في عني لغا يابا دا بيجا مسكح في عن كومان عن دلن لغة الإنجليش أبا هنا ما برتش دور سنو كهر أود ما لحينا كو حال الإنجليش ما انتنا من كو حالا وحوجا. so هذا أني أمبرت أنا أبرن كرسا. so رجوكوا بلو فيديو عن واسمين كرسا. سواء قادة شا سواء قادة بوجي قلين and وان شيء كستنينا. okay. so وحنكو بلو بفيديو عن إنك شيء كيو education background كيكي. سيدا بحكو سو أبرتاي. سكولة ده أنكو سو أبرتاي واح. سيدا سكولة هاي سنو. and سيدا كلا أدو وقتين إن إلى ولي جانا إنكليش كي بانو في عنن. so سيدا دي سنة وحبرشيد يجوه رسي وحنكو ديجن شري. Somali waxaan igan jiray school dawli secondary ga waxaan galay school ah private waxaan ku digan jiray english waan xasuusta maadada igu horeysay isoo gashay waxay ahayd chemistry waxa ku jirtay kelmadda substance ma oran kareen substance ma oran kareen dawan xasuusta xafada markani miday I was like madaaso sidee baan aan u digan kara school english ku baxaya aniga sideedii sano wax barashada Soomaali ku soo dhigani sidee baa leeyga baahina casharanta iskuulka aan fahmo aan qoro aan akhriyo aan xifdiyo imtixaanka aan galo tusha aan ka qoro hadii baa aan ku hadli kareen hadii baa aan ku dhawaaqi kareen kelmadaha oo la idigaayo modern kare sabistanis aan dem walaalahay ku qosliyay aan dabay like was kala qabsan doonta so after this and secondary grade maadeen run ahaantina waan la qabsaday ingiriiskayguna wuu fiicnaaday wuxuu fiicnaaday heer aan imtixaanka ka adagahay casharka iskuulka aan fahmo aan qori karo aan akhrin karo aan xifdi karo sabistanisna aan oran karo mu fiicnaanin laakiin heer aan filin daawan karo bila turjumaad aan fahmi karo ama buug ingiriis aan akhrin karo aan fahmi karo ama baan ku hadli karo secondary markan dhameeyay 2015 markaasi baan go'aansaday inaan barto luqadda ingiriiska was like khalas shadow jaamacad baan noqonayaa wa u baahanahay inaan barto luqadda ingiriiska كل عدام ولا شقينا يا ما قرينا ويا عن أني يستين عدام ولا شقين دون باوس لايك وين اللغة الإنجليش كان برتو وين الإنجليش كان في عنايو ما دعسوا إنن شهادة كان على الأنقاطو إنجليش أنا كوالي كرينين ما قرح بدنا مركز أم بلعب هذا بس صعد لك آخ خلاص وحلي قاعد حلي يعني نقولي برتش شيء جو هو رأي إيه أتينا سميسيد سيدا إنجليش كان وفي عنادو وحويان environment كاجا وبدل إنجليش كاديك انجليش وبادي انجليش مخان كودا موخان كولاي اودو في يو كي ماي امين اودو فدا دونيسيت لكن وخان كودا واحد كاستو كوغو خيرن ها هذا انجليش بوك با الاخرينسا انجليش فيلي با داونسا انجليش مسلسل با داونسا انجليش هيس بيدي سينسا هاديغي سيني لكن انجليش كوبد اكتا داونسا اربطوا احزمتكم احموا شباككم كوبد عرفتكم في عد انجلش عربي يكون في عنتي واحد اخر نسى جرايد انجلش واحد يقص نسى اذا عاد انجلش وحكستو اد كونسيوم جرينسيد انجلش وان قصلا مركو قف في راه دو او واحد دوني برسل لغه انجلش كا لكن اي داوني مسلسل عربيه اي دي سنه هسه صومالي اي اخر نيا صومالي غور ما مركا دون سين انجلش كما حاغلو هبينك مركا سيحتي madaaso like xisaabtu isma xirso maskaxada like wixii dhagahaaga gala oo indhahaaga ka aragti unba afkaaga soo baxay sax so wa muhiim in environment kama waxyaaba at consume gareenisi like dhagaha galaya indhaha galaya ayaa hadan english wa maxaad oo faa'iido ku jirta in environment kaagu u badnaado english sidee bay kaaga caawinaysaa in wax barato su'aal soomaaliga seen ku baranay ambidi sagood ma luqadii hooyadii maad ogeyn luqadii hooyada tahay markii aad bartay kelmadii ugu horeeyay Soomaaliga sidee baa ku bartay Soomaaliga
Somali waxaan ku baranay waayo wax kasto xariirahiin ka dhacay like wixii ugu horeeyay aan maqlayna wixii ugu badnay maqlayna wixii kaliya tii aan maqlayna wuxuu ahaa Somali hooyada Somali bay ku hadlaysa abaha Somali bay ku hadlayaa walaalaha Somali bay ku hadlayaan jaarkiin Somali bay ku hadlayaa wax kasto aad maqashid oo Somali and then you can't help but speak Somali sah wasa soo kale hadaba waxa yaban samayn jiray waxa kamid ah markaas aan bilaabeen English ka barto degis farbal ma samayn jiray jaamacada markan tagayo jaamacad waxay jirtay masafad ah hal saac habeeni mada ayaan waxa la soo degi jiray TikToks ama any topic from YouTube waxaan la soo degi jiray ila 4 topic ila 5 topic ma soo doolan garestay inta jaamacada aan ku soo socdo dhan waan digisaniya marka aan ka soo socdo waan digisaniya markasto aan qabanay shaqo caajisa waan digisana illa imika waan sameeyaa laakiin waxaan ka mid ahay nooca dadka digista markasta wax markasto aan qabanay shaqo caajisa ama like ha haatina weelka xalayo ina lugaynaayo ina baskan saaranayo ina wax sugaayo waan digista so marka aan digisanay waxa aan digisanay wuxuu aha wax like cilmi oo leh ama like faa'iido leh oo aan wax ka faa'iideeyo ama wuxuu aha qof ka sheekeynaya experiment u sameeyay ama qof ka sheekeynay experience u soo maray ama education laba wuxuu waxa maweelinay waqtigay dhaafinaya sax saddex waxa maskaxdeeda aan ku carbinayay ama aan ku toobaray inay la qabsato english ka inay la qabsato speed ka english ka lagu hadlay inay la qabsato accent ka english ka lagu hadlay inaan just maskaxdeeda u expose kareyo english farabadan so saddex shay buu rabnaa inaan ku dilay speaking of speed khaladka ugu farax badan leh ee aan sameeyno aniguna bari aan sameeyo dadka badanka ugu naac sameeyaan waxa weeyaan inay school english ay galaan lix bilood ah ay filayaan lix bilood kadib inay haanayaan british people bemba imisa qof ayaa school galisa english u bartaan soo qaatay shahaadad hata shahaadadu waa A laakiin schoolka marka dhameystay lix bilood kadib weli awood ma lihid inaad ku hadashid English ama inaad ugu hadashid sidii aad moodisay inaad ugu hadli doontid marka iskuulkaas uu dhamaado maad garanaysaa mushkiladda mushkiladdu waxa weeyaan marka imika iskuul aad gashid dadka iskuulka kugu dhigaya ama haa qof Soomaali oo English ka ku fiican ama haa qof cadaan like English ka u dhashay labadoodu waa macalimi sax aanu waxa arday so madaxa waxay ku hayaan in qofkan ay u dhigayaan oo adiga ah aanad garanayn English sax so waxa dhacaya tartiib tartiib ay kula hadlayaan ayir ayir bay kula hadlayaan kelmadaha si safeexay u oranayaan way kula saireeyaan lix bilood oo dhan idan khalas real life ka soo baxday real life ma lagula saireeyaa ayir ayir baa lagula hadlayaa tusaale imika soo qaad waxda tebraafid kalabti sax English ka soo baranaysa good waa tagtay waa lagu baray ingiriishkii tartiib tartiib baa lagu soo baray waa lagula saayirayaa maqribkii guriga baa ku soo noqotay waxaad aragtay aabahay oo daawanaya BBC-da ingiriishka waxaad tiri ma fahmayo laakiin waa fahmaysa macalimintaada ha laakiin BBC-da ma fahmaysa ingiriishka ha waayo BBC-da ingiriishka dadka akhbaarta sheegaya they don't care in English at taqaanideen kale ma kula saayirayaa tartiib tartiib ma jirto sah so iskuulku ma biinu ku baro xeerarka ingiriiska laga yaabo inuu ku baro waxyaabaha qaar laakiin ma aha effective because muddo kooban baad diganaysaa ama muddo ay kooban aniga waa aragtideeda okay aniga waa aragtideeda ingiriiska marka aad u aspirisid iska aad u baranisid okay bila iskuul bila badiq waxa sameynaysa degis farabadan sameyn degis farabadan waxa la wuxuu doonaa haad waxa dhigaysanaysaa بديجيس فربدن سمي كلما ديجيس فربدن اسميستيد كلما علاقبتي مسيد سبيركي كو حليان كلما ادبرنسيد اكسنت كاي كو حليان كلما ادبرنسيد سيده كلمه لوغو دواقايو كلما اد انجلش فربدن الاودو يلنسيد اند كو هادشيد marka markan kulay degis farabadan samee hadigisan dadka sheekeynay sidee baa luqad u baran karta degiso dadka sheekeynaya any topic at hisesid kubad acta hisesa kubad acta oo discussion lagu sameeynaayo ama debate lagu sameeynaayo laakiin english ah degeyso laba akhris farabadan samee buugaag english ah akhri grammar ka dhana la sheego waan ku guul dareystay inaan fasalka dhexdiisa ku barto waan ku guul dareystay si kasta had has been could would should
وان قرن واي ويقو عدكين وليقو ويقو عدكين آخر اسكا مركان بلابي آخر اسكا بوغاكت إنجليش كينا نخري ايان قرامر كان دين عنكو دح برتي عنكو برتي سيدي سنتيسيسكو اسوغو حرمان قرامر كوحي يهي وما حي ود وما حي شود وما حي كود حق بوغاكت عنكو دح برتي so, آخر اسفر بدن سمي أنا لقيا بينا تلاديد أو لايك إنجليش كيك مفع نصو سيدي بان واخرين كرا بوغاك واحد جرب بوغاك قران إنجليش فتوت تاك مكتبة دا ساكشن كلو بي بوغاكت عيال كلو سيحيو سو إيسو والله بوغاكت عيال كلو سيحي من بوغاكت عيال كلو آخر يام لايك شيكوين كعيال كا إنجليش كو قرين وفضيد إريدو سي ووين بالو قري بوغ بو كوبين يهي وفهمي كرتا لايك بوغ عادية كما بلابي كرتا وكا عاجس إسا سو آخر سفر بدن سمين آخر سفر بدن مركز سميسيد وحب برنسا جرامركي وحب برنسا كلمة عصوب وحب برنسا سيد إنجليش كلو قري وحب برنسا آخر سك إنجليش point blank period rule باشرة لو استعماله لغة كستمر كلا برنايو rule كاس وحويان I mean وقرنسا لغة مركز أم برنا نوع محي ومحي وحياة بعدين برنو سيدا لوجو هذا صح سيدا لوجو هذا دون سأين برتها دقيس فربنا سمي دقيس فربنا بس سمي سي سيدا لوجو هلا برنسا قرالك صح قرالك سيدكو برن كرتا إن سمي سيد آخر فربنا آخر فربنا بس سمي سي قرالك برنسا أفرتا شيء يوم برنسا شيء صدق هذه أعوي إن برتلو قدر إنجليش وحويان إن داون شري فيلم ما فربنا أمريكا فيلم داون سيد كود داو سبتايتل سؤال مك فيلم بداون سا سبتايتل كمرك أركسيد واحد برنسا سيد الكلمة ده هندت كان أمريكان كأو بريتش كأو وريفا أي كده واقعيان سيد صح ده اللي قرو إنجليش كوا حرامات كلمة ده قار وح كتيرة letters أو محل ده حرفه حرفه just logo دري for decoration تسألهن كلمة ده knife سيد اللي قرأ كيف أو كهرسا كيف دي مادة مرك اللي قرأ واقعيو مشرتو سوق فكرني جيمي ده knife أدو حدا أسأل like what knife؟ لقيا بين أدو وعد مركز أسوي برنسي كلمة ده سيد حفتيني سيد مع على كذا أكو صح حفتي. سوى مهم إن دقي ستيد عند مركز دقي سنة سوى واحد الأركتيس اللي هو قرايو. then حدو طال مالين كلا دو طريقة سكمريان مغلسة knife عند حدا أسأل okay fine knife إمي كون برتاي سيد الصح ده لو كده واقع كلمة ده سي so قف كار كلا كلمة ده كده واقع يا ساسو كبار مفهوم سا؟ قالوا بك حاجة وحويان مركز برنس اللغة ده إنجليش كان إسكودين إناد برتيد أما أد فهنتيد وحكستا وأوكي حماسة باكو هيسا إناد هرو برتيد بدونسا You are serious motivation با هيسا باستيجي تسالة سوا قادن تسالة محكو فهمنا إميكا واحد تريبا بوك با داخرين سا صح بوكا داخرين سيد قصب كلمة دعو سباكو چرا وآناد هرو وارك ودون سين برتي سو واحد تري خلاص بوك بان اخرنا انجلش بان برنا يا جود بوكي با سو قاتي لينكي جو هري اتكو ارتيكل مل عصب كلمه دي با علامه دسن واحد سو قاتي نوت بوك ديكشنري با سو قاتي كلمه دي با بعدي كلمه دي با قرتي معناه يجي با قرتي هدي معنى لبات اتكو ارتيكل ديكشنري با راعسي ما مرك قار واحد كو درس حتى كلمه دي كسور جيدا سيده لوغو دواقيو سيده لوغو دواقي كلي دقيقة أما لبا دقيقة وقعت إن هل كلمة أتقرتيد يدا يمعنى هيجا يمعنى كسور كذا يوم وراها سي and then بوقاجي بس وقعت مرة لبا أظن أونلاين كده مين أهدنا حكا صور بحدي كلمة كل عصب أتنا بوقي بس وقعت أنا سوا قرص ديكشنري كي المسا ساعة ستة لقيا يا بيج ما كان آخر دي بوقاسي إن أوريدي هيستيد لباتين كلمة دوت عصب سيدا ولو غني يچبا وان سمي بيري هوري وان يچبا سام تك با كو قبانيا انجلش كو ناسا سو واحد سمي انستيد هدف ليغو واحد راه مانتا وحن برانيا شن كلمودود او انجلش او عصب او كليته خلاص دي شن تا كلمودو مركه قورتيد وخي كلي كلمدي كاسو هور بخا اسكا داف كلمده فربدان واحد كو بران سام مركه كوغو سو نوقدان اما واخا كو بران سام لايك كلمده فربدان وحن كو برتي context kay ku jiraan wan ignore kareya buugay gaska wata kelmadu way cusub tahay I don't care haddii talo han ku arka hadana soo noqonaysa iyadoo sidii oo kale loo isticmaalayo and the maybe feeling ma ka dhex maqlaya saasan ku bartay soo hadda tiradid kelmad kasto cusub oo qoraya macnaheey kan baadhaya macnaha kasoo jeedan baadhaya wan xiftiya sida loogu dhawaaqo feeling ka markan daawanay boostan qabanay you will die stitch qodobka kelimihiimku waxa weeyaan
practice. إما سوق فاورنا يا أو وان فهمة حتوقف في لها الإنجليش وان فهمة حدام في لندا وانا وان فهمة لكن مركز سيرة هذا كو حضل ما كو حالي كرو تدفر أبدا واي أنا دو حالي كريني لبس سببو دون بأم بأنا دو حالي كريني وايو إنجليش كو أتقرنسا واتقرنسا حتى أنا أتقرنين ما فهدين قفك لك هدو ما تقف تشينيس سيلة هالدو ما فهميو تدمين تشينيس ما قرنيو صح لكن مدام أتفهمي سيقو حقفك كو حالي أوريدي وفهم سال أوريدي إنجليش كو أتقرنسا وكو قول حشرة so sobt ana dugu hadli kareenin waxa way wa baqanaysa waxa ka baqanaysa in aad ku hadashid oo aad si khaldan ugu dhawaaqdid deetina aad u muuqato stupid deetina lagu qoslo so wa baqanaysa waxa ka baqanaysa in aad khald samaysid waaye inaka asa Soomaali waan ku qoslnaa haduu qof luqadeena si khaldan ugu hadlo ama haduu qof luqadeena baranaa ilaa qof Ethiopian aad u hargeysay maado oo Soomaali imi ka bartay laakiin si khaldan ugu dhawaaqay waan ku qoslnaa anta waxa dhaas okay fine anigaana xiligeey bal gaaray ku qoslay luqada ingiriisku ma aha aqoon so hadaan khaldamo وان خلدم like مركانا am I stupid I am not stupid I'm just like I am learning لوقل عصب بمبرنا يا سوا قصبينا خلدمه يمكن يو كان ده مركاني مدين ما نحسن كل سوني ده أنكو هلاي واي هرجز مركان شوقي ما أنكو هلا تشري وآخرين تشريها وانداون تشريها وانبرين تشريها ما أنكو هلا تشري مايا حاجة مركاني مدي ما نحسن كل سوني ده أنكو هلاي سو محسن مين تشري وانسيو عدود دارين تشري وحرين تشري هذا يمكن قف أندوني إن الله حظه أما أنا شايف استمع معلومات ويديو ama until maamu idii ama wax ka ibsanaayo waa cudur daran jiray waxa oran jiray oo like english kaga ma fiicno igara lahow laakiin indoo on bilaab jiray so markan si xafif dhigtay ee aan cudur daartay ee aan idi oh by the way english kaga ma fiicno then waan ilaamiye jahligeega ma baqanina khaldam ma ka baqana bilu qof kugu qosla bilu qof kula yaaba sidii aan doonay english kan waxa laya taasina waxay ay abuurtay kalsooni bi abuurtay and then I'm like okay fine qofna kugu muqsilay dadka ku hadal inta wad ku hadla saaxirad kaga baranaysa and wala qabati masa ma fahamsa sheega labaad ee ka hortaagna waxa weeyaan wayo wali okay wali ma bilaabina ku hadashi so wa inad practice as in like wa inad bilowdid inad ku hadashi wayna maskaxda la atusisid inad ku hadli karisid ku hadal la practice kare walaalaha walaalaha way kugu qoslayaan iska dhaaf saaxiibadaha la practice kare qof oo hada isna doonay inuu barto اما يقانبا لا براكتس كاري يقف استرينجرز اونت انترنت واد ويد وحاسو دادا نفتا دا لا براكتس كاري وحن نيسين كرتا ان القوف كلا اوري سنسي ان القوف كلا شيكي سنسان and then سلا شيكي ساديو ما مركا قار واين سلا شيكي ساتي هادا قوف ويدي هاكي حشون ان لغو صحو هاكي حشون ان خلدنتيد هاكي حشون ان امو قتيد استوبيد انها عبساني مركا عبسي دمشا كسارتي وحي من يا كلسوني كلسوني ما هي أبورسا إن هذا الفرابدن أسميسي هذا الكي فرابدن ما هو أبوريا إن إنجليش كوفي عنات إن إنجليش كوفي عنات ما هي أبورسا سيها فيف ديو دي أو وحن علامنا يا إن إنجليش كام برنا يا وأنا براكتس كرينا يا قفون هاي كو قسلي أوكي سو حتى نصوه كبو حكستوان يري كو environment كاكو هاو بنا الإنجليش وحكستو دغسن سا انجلش وحكستو داون سا انجلش وحكستو اخرين سا انجلش 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 اوكي لبا هاي سكو دي ان وحكست ادفانتج اسلام مركاب نفتد وقلن اير اير ابرتيد صدح براكتس 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 اوكي براكتس ميكس اولموست بيرفكت ما بيرفكت اولموست بيرفكت براكتس ميكس اولموست بيرفكت قلب كفرن وحويان هني جبن اند haddii aad doonaysid inaad ugu hadashid ingiriiska sida ugu hadlaan dadka u dhashay degayso dadka u dhashay iyagoo ku hadlay english accent ka halkaas u keymada aan ugu dambeynta wax kastoo aniga waxaan wixyaanigi shaqeeyay haddii waxyaabaha qara isku diiday ku shaqeyn waayaan dambi ha dareemin ka tag wixii ku shaqeeya ka qaado wixii ku shaqeyn waaya ka tag okay habi wanaagsan bye